تجولت كاميرا الرشيد في سوق الخضارة الواقع بمنطقة العشير مركز محافظة البصرة والتقت بعدد من المواطنين الذين عبروا عن استيائهم الشديد من نقص الخدمات المقدمة وقلة الدعم الحكومي وغلاء الأسعار قبل شهر رمضان المبارك. سوق البصرة مش هسه من فلشوا هاي البساطي والمحلات المتجاوزين، هي مو متجاوز بس العالم وين تروح؟ قاعدين على باب الله خطير مصدر رزقهم، فلشوهم السوق شوي تخربط احواله، هذا يبيع حمص، هذا يبيع ملابس، هذا يبيع هذه، يعني شوي هاي الامور، والعام مقبل على شهر رمضان تسوق رمضان، فالسوق شوي صارت بخربطه، هاي لا اكثر ولا اقل. شنو عندكم مطالب اليوم؟ مطالبنا والله هالناس الشباب هاي قاعده بطاله اصحاب عوائل خطيه، كل من لباسه عائله، هسه فلشوهم خطيه كلهم بساطيهم. يعني نسال الله سبحانه وتعالى نسال حكومتنا انه تنتبه هالناس هاي العوائل فقرهم. تجاوز البلدية المحافظة ينظرون لها شباب خطية أصحاب عوائل مقبلين على شهر رمضان ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يوفق الجميع إن شاء الله. ماك بينك واهتمام هي البصرة كلها ما بيها اهتمام يا عمي كل شيء ماكو الله وكيلك محمد كذب هاي احنا هاي صار الله سبحانه وتعالى نزل علينا المطر شوية شربنا ماء حلو والحد الآن مالح هاي من هذاك الوقت لا محافظ لا دنيا كل أحد ماكو بس الله أنا هسه أشوفه متقاعد مريض راتبه بالشهر 400 شو طالب الحكومة اليوم؟ شو طالب؟ طالب الحكومة تعطي هاي الفقرة هالعالم هاي المساكين اللي ما عندها شغل وشغلهم اللي ما عنده فلوس يصرفوا له راتب هاي الشغلات هي شو تريد العالم منهم؟ بس هم ما يستجيبون للشعب عنه فهذا السوق يعني هو مهمل من الدولة حقيقة ولكن انت قل لي مقبل الى رمضان هل يرحمون هذول الناس؟ لا ما يرحمون الناس. انا يعني اعرف هسه ناس بقت تضم التمر. تضم التمر على مود يسووه ب1000 ونص وب2000 برمضان. احنا هذا طريقتنا بالعراق. الحاجة اللي مطلوبة في الموسم يضموها ويحطوا لها سعر ثاني ويبيعوها بالسوق. السبب اليوم جشع هذا؟ هذا جشع اكيد. هذا يجي من باب ومنتج وياه مومن من الدرجة الأولى. مومن بامتياز. زين اليوم مطالباتكم يعني لوزارة التجارة تجهز المواطنين بموضوع لا 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 منطينهم نص كيلو عدس ومانين هالعالم ب والله دان على أبوهم لأبو عدسهم لأبو منو بيهم شريفة بهذا البرلمان. أنت اليوم كمواطن طبقة الفقيرة أصبحت اليوم مسحوقة وجدي. وتروح للرذيلة وتطلع للشارع وتنزل بكل الشوارع الموبقة الأسعار اختلفت ما تعرف شنو ليش لأن حصة ماكو ماكو دعم لهذا السبب صارت الصعود بالمواد الغذائية انت اليوم كمواطن نعم برأيك لو يدعمون موضوع البطاقة التموينية حصة راح يصير حل لموضوع حتى الفقر طبعا يصير اكو حل جزئي يصير حلي شلون ما يصير حل بس هسه كل شيء ماكو لا بطاقه تموينيه لا دعم مادي لا مساعده على العالم هاي اللي جاي تشوفونها تلزق بها تلزق زين كلها بطاله شباب كلها قاعده بطاله وضاله لا شهادات شهادات